أسوأ أنواع التعذيب لو تسمح. كان يحرجك نتعذب. أسوأ التعذيب يدخلك العصار في مخرجك يا بابا. واحدة اسمها زمردة واحدة درش اسمها أسماء، وكل مرة يدخلك عود يا بابا ويقعدك على الدبوزة يا بابا، وساخك الشكوى وبعد يمشيك على الجرافيه وانت عريان عريان كيما جابتك أمك. كيفاش تحبني نحبهم أنا هذوما الكلاب؟ لا 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 شيء به كلاب هذوما اللي بشي هذوما اللي عذبوا هذوما كلاب. أنا أتكلم على اللي عذبوا واضح؟ ماكش مسامحهم؟ أه والله نسامحهم لا دنيا ولا آخرة. والله ثم شكون أعمى الآن وثم شكون تقتل في الحبس تتفكرهم كتراهم؟ إيه ثم شكون أعمى الآن وثم شكون تقتل في الحبس وثم شكون مات مقتول؟ شيخ تتفكرهم كتراهم؟ نحن وقت دخلنا الحبس في برج الرومي استقبلنا حشاك بالكلاب ومشانا على ساقينا ونقاقوا كدجاج. كيفاش تحبني سامح الكلاب هذو ما أنا؟ بيه شنية قضيتك؟ نقول له اتجاه اسلامي. ها ها ثم اتجاه اسلامي؟ اي سيدي انتي سارق ما تقبلش ما تراك ما تراك والكلاب تنبح تقبل. هذا محمد الزغواني مات في السجن يا بابا. بيه اسمعني قال بعد المتراك والضرب تقبل تولي تقول اي نعم سارق. تسخيب تنتهي القصة يقول لك سارق دجاجة. واضح شيخ. يضرب 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 يقول لك دجاجة تقاقي شيخ وبعد يمشيك على ساقيك 300 متر 400 متر وانت تقاقي دجاجة. ابني سامحهم هذم. واضح شيخ نحترم. شو ربح وكان الدعاء نحترم ونحس بالوجع نتاعك ترجع للذكريات هذيك وكل هذا يتسامح الا زوجتك. الا زوجتك تتعرى تتعرى قدام الكلاب هذوكم وتتعرى ويكسروا لها كتفها والسواقر يطفيوا عليها ويمشيوا على ظهرها وهي عاريه ويدخلوا عليها اخوها عريان. باش نحكي لك يا اخويا. واضح شيخ. تبغى قلت لي انت تتكلم عن الذكريات. اصعب ذكريات نطرحها انا.